انا شايفه ان الفيدباك اللي حضراتكم بعتوه احسن بكتير من الافكار اللي بعتوها للحمله. ايوه فعلا، بس احنا عندنا ملاحظات عايزين نقولها لكم. يعني منها مثلا ازاي في رمضان ما ينزلش غير الزبادي بس، برغم اننا عندنا منتجات كتير قوي في شركتنا ممكن نتكلم عنها. احنا محتاجين افكار عن الالبان، كامل الدسم، خالي الدسم، حاجات كده. وانا مش عايز انزل بالحمله خالص غير في رمضان، مش قبل كده، ده اللي في دماغي يعني. ويا ريت الاعلانات اللي في التلفزيون توضح اسعار المنتجات، لان انا ده مهم جدا بالنسبه لنا، وكمان ما شفتش الاسعار في الستوري بورد. احنا طبعا اكيد هنعمل كده. هو مين حضرتك؟ انا اروى مجدي، مدير تسويق الشركه. والبي مهدي، مدير المبيعات. والاستاذ حسين ده شوقي بي، صاحب مصانع الالبان اللي احنا بنعمل الكامبين بتاعتها. يا حسين اهلا وسهلا. طيب هو حضراتكم ايه بقى اللي جايبكم؟ لان انا بصراحه مش فاهم. لا حقيقي مش فاهم، يعني حضرتك مثلا بتاع التسويق، ايه اللي يفهمك اصلا في الافكار؟ نعم ايه اللي يفهمك في الافكار وانت بتاع مبيعات؟ يعني انت مالك الاسعار تنزل ولا ما تنزلش؟ انا مش فاهم. طبعا هيك المحفظه لازم تبقى راشق في كل حاجه، ما هو الاساتذه اصلهم بيحلموا وبيلوكوا لمجرد اللك. هو انتم مثلا عندكم لبن رايب ممكن انزل بيه في رمضان؟ خالص. البرودكتس بتاعتكم ما فيهاش غير الزبادي اللي ممكن انزل بيه في رمضان، مش اكتر من كده. يعني لما تيجوا تتكلموا وانتم فاهمين، مش لك 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 وخلاص. حسين. احنا بنعمل اعلانات لو سمحتي، احنا بنعمل اعلانات واحنا مظبطين شغلنا كويس جدا، ما بنعملش اي حاجه وخلاص. حسين ما يصحش كده، احنا في ميتنج. حشيش في الاجتماع؟ ايه المشكله لما اشرب حشيش في الاجتماع؟ وانت مالك لما اشرب حشيش في الاجتماع؟ يعني ايه اللي حشرك في الموضوع؟ مش فاهم. مضرور في ايه؟ ما انت ممكن تكون بتشرب سيجار، هاجي اقول لك انت بتشرب سيجار ليه؟ ايه الشعب المتطفل ده؟ لا انت بتختاري موظفينك كويس قوي على فكره، برافو عليك. مرحله ان هو بيأدبنا واحنا اللي بندفع الفلوس. شفت؟ قلت لك عشان المحفظه لازم تحشر نفسك في كل حاجه. روح اتعلم الشركات المالتي ميديا، اصحابها سايبينها ما لهمش دعوه بيها، مش جايين يقولوا انت هتشرب حشيش في الاجتماع، ايه الحاجه القرف دي؟ انت اخر واحده ممكن اتعامل معاها، وكالتكم دي اخر وكاله ممكن تعمل لي اعلانات، وانت بالذات اخر واحد ممكن تكريت الاعلان بتاعي. انت اخرك تروح وكاله البلح، يلا. يلا 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 يلا. ايه الناس دي؟ ايه اللي انت جايباهم دول؟ مع السلامه، مع السلامه. ايه في ايه؟ انت جايب اشرب بقر يقعدوا معايا، بقر. حسين ايه في ايه؟ طيب انا قلت ايه غلط؟ الله، اوف، ام الدماغ اللي مش عايزه تتعامل دي. ايه ده؟ جنب حالة عندنا؟ محدش قال انك جيتي. هي عاملة ايه؟ في ايه؟ عموما انا تمام، تمام جدا، انت ايه الأخبار؟ تمام، مفيش جديد. باجي الشغل في مواعيد الصبح، مش عارف رايح في الشركة، شريف مطلع عيني بسبب غيابك وبشتغل مكانك. كتير، يعني اللي حصل ده كتير، هقدم استقالتي والله. أنا آسفة يا مصطفى، بجد آسفة. آسفة ايه؟ أنت صدقت أنا بهزر. انت ياما شلتيني يا جان في ايه؟ جان ازيك؟ اهلا، ازيك؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. مبروك. الله يبارك فيك. ايه يا بنتي ما طولتيش؟ ايه الهاني موني القصير ده؟ قلت كفاية كده، عندنا شغل وعندنا حاجات. بس زي القمر، هو الجواز بيعمل كده؟ ما شاء الله. ميرسي. طب عن اذنكم. تمام. ايه عاوزين حاجة؟ لا عاوزين ايه؟ انت عملت التمام. طيب يلا سلام. 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 ما عزمتهاش؟ أنا نسيتها تقريباً. هو مفيش حد قالها؟ لا، يعني أنتِ بقيتي زي القمر بعد الجواز، الجواز بيغير إيه؟ سخيفة جداً. قولي الشغل إيه أخباره؟ الشغل تمام، مفيش. صح، في مؤتمر كده سفرية 3 أيام. مؤتمر كده للإنتر ماركتينج، كان المفروض شريف طالع وأنتِ وشريف طالعين، بس شريف اعتذر وأنا دبست مكانه. بس قشطة، نطلع يعني كده 3 أيام سفر ديوز. يا أهلا يا أهلا. أهلا. إزيك يا جاني؟ إزيك؟ الحمد لله على السلامة، أخبارك؟ تمام. إيه اللي جابك؟ قطعت أجازتك ليه؟
كفايه كده بقى نشتغل شويه. ده انا ما صدقت ان انا اطلع عين واحد صاحبنا. اه وشفت بقى نيتي ونيتك يا جون رجعت لك اهي. مش تصدقني في الفتره اللي انت كنت غايبه فيها كان مصطفى حاجه تانية خالص، وانا ليا اقتراح، تاخدي اجازه طويله قوي وهو يشتغل مكانك. طب ما ناخد اجازه وانتوا اشتغلوا انتوا الاثنين مكاني يا شريف. شريف يا مستر شريف يا اصل احنا الفتره اللي فاتت دي يعني خدنا على بعض فانا قلت ايه خلاص. خلصت ورقك؟ اه كله كل حاجتك تمام؟ كله بونه. بالمناسبه يا جان المؤتمر ده كان المفروض تطلعي فيه وانا ما كنسلتش الحجز اللي فيه، وعايزك كده تفكري هما ثلاث ايام غير فيهم جو. افكر. ارجوك وبقولي عايزين حاجه؟ لا يا مستر شريف. باي باي. تعالي السفرية دي اشتغل تغير جو. ممكن نتكلم بهدوء؟ مش عايز اتكلم اصلا، انت ما بتفهميش ايه الاسلوب الزبالة اللي بتكلمني بيه ده؟ انت هتستفاد ايه اصلا لما تعمل كده؟ وانت مال اهلك هستفيد ايه؟ مال اهلي؟ انت مجنونة ولا ايه؟ خليك محترم في اسلوبك معايا. خليني محترم، خليك انت محترمة، شايفيني مختلة عقليا ولا ايه؟ طب اشرب بس السيجارة دي كده واهدى. وبعدين مين الزفتة اللي هما جايبينها لي دي؟ وش عرفني هتاكل معايا ولا مش هتاكل معايا؟ قال لي ياخد اجازه شهر عشان واحده عندها عقد ونقص تقعد تكتب فيها تقرير. مين حته البتاعه دي اللي هتقعد تكتب فيها تقرير؟ انا مش فاهم ايه القرف ده، ايه ده، انا مش متخيل بصراحه. اهدى بس كده وخلي اسلوبك كويس يا ستي. مش عايز اهدى انا، انا عايز ابقى دمي فاير. اصبر براحتك يعني اعمل لك اوف. سارة ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا سارة؟ ازيك انت؟ قولي لي خير؟ ابدا يا ستي، حسين احمد الكرييتيف دايركتور اللي شغال عندي في الشركة عبقري جينيوس يا سارة، كل حملاتنا كلها من افكاره. جميل؟ لا مش جميل ولا حاجة، استني بس اما اكملك. عنده مشاكل في شخصيته، يعني تقدري تقولي مش مشاكل، كوارث. يعني عنيف مع الموظفين اللي معاه، همجي جدا، بيشتم اي حد حتى الكلاينتس. فانا طبعا ابتديت ما عدوش مع الكلاينتس عشان ما اخسرهمش. ده غير بقى انه كمان عنده مشاكل صعبه كتيره جدا جدا عايزه رغي وتفاصيل. هو عندك بقاله قد ايه؟ بقاله سنتين. طب ومشيتيهوش ليه من ساعتها؟ لانه بيكسبني مبالغ مهوله كل شهر، وكمان زي ما قلت لك شاطر جدا. انا كنت الاول بستحمله في اي حاجه بيعملها، لدرجة إن كنت بشغل ناس وامشي ناس لأنهم مش عارفين يتعاملوا معاه برغم إنهم كويسين جداً وهو مش كويس. يعني تقدري تقولي إن أنا السبب في الحالة السيئة اللي وصل لها دي. هو ما كانش كده، ما كانش مغرور كده، معرفش دلوقتي بقت الإيجو عالية عنده جداً. طب وأنا مطلوب مني إيه بالظبط؟ ولا حاجة ستي، أنا قبل ما أدخلك اتكلمت معاه وقلت له إن أنا جايباله أخصائية نفسية، وإديته شهر أجازة وقلت له انه بناء على التقرير اللي انت هتقدميه يا يفضل في الشركه يمشي. طبعا انا اسفه يا ساره ان انا عملت كده من غير ما استاذنك، بس انا متاكده ان انت مش هيبقى عندك مانع. اللي مخليكي متاكده قوي؟ متاكده لان الشخصيه اللي تشوفني لاول مره وتقولي ان ابني ممكن يكون احسن من كده وان هي قادره انها تعالجه اكيد مش هيبقى عندها مانع انها تدخل في تحدي. بس انت عارفه ان انا بعالج اطفال. صدقيني يا سارة تصرفات حسين دي زي تصرفات الأطفال. وبعدين أنا قعدت مع شركائي واتفقنا إن إحنا نديكي مبلغ كبير جدا لو نجحتي إن أنت تغيري سلوكه. أنت عارفة إن الحاجات دي ما بتفرقش معايا. أنا عارفة يا سارة إن ما بتهمكيش الفلوس، بس أكيد يهمك النجاح. طب ولو قرر إن هو يروح إيجنسي تانية مثلا؟ مستحيل. مفيش أي وكالة ممكن تقبله، لأنها عارفة عيوبه كويس جدا. سارة على فكرة أنا مش عايزة من حسين حاجة، أنا كل اللي أنا بعمله ده عشان خاطره، بس هو للأسف مش قادر يفهم كده. هو الصوت العالي اللي أنا سمعته وأنا داخلة ده كان هو؟ ده حسين. أنا آسفة طبعا، هو بيشرب حشيش وبيوقع على الأرض، هو أصله همجي ومش نظيف. بس إيه ده؟ استني بس يا سارة، شوفي واحكمي على تصرفاته وكلامه. ده مصيبة. مين حتة البتاعة دي اللي هتقعد تكتب فيها تقرير؟ انا مش فاهم. سوري يا سارة، سوري انا اسفة. معلش ولا يهمك. خليها ترفد.
الشغل كله يقف عندها. يا حسين هي بتعمل كده عشانك مش عشان خاطر الشغل. ليه هي يمي ولا ايه؟ شايفاني بشد في شعري؟ ايوه يا حسين بصراحة اسلوبك اليومين دول. ايه ده ايه ده ايه ده؟ اسلوبك؟ هي حفظتك ولا ايه؟ اسلوبك قال. شوف انت خسرتنا كام عميل لغاية النهاردة بسبب اسلوبك ده؟ وشوفي كسبتكم كام مليون بسبب افكاري دي؟ ها؟ حسين ده انت حتى الناس اللي شغاله معايا مشيت بسببك. انت بتتكلمي كده ليه؟ انت اتقطعت يا بنت ولا ايه؟ لا اصلا انا غلطانه اني بتكلم مع واحد يلا في 60 داهيه حيوان. ايه الاشكال دي؟ انت اللي حيوان و60 حيوانه. ايه السفله اللي بيجيبوهم دول؟ دي مصايب والله والله مصايب. والله نشرب 6 جوينتات اهو. معقول؟ سوري يا ساره. لا عن اذنك بقى يا ساره انا معلش انا اسفه مش هينفع كده. ده مش بني ادم ده حيوان. ثانيه واحده وراجع لك. حرق الدم بقى. ده مجنون خالص يا حرام. في ايه بتزعق ليه؟ حتى الدكتورة اللي جايبها لك علشان تهذب أخلاقك عمال بتشتمها. بتشتمها ليه؟ الكلاينتس بتقعد تهزقهم ليه؟ عشان ايه؟ انت بتعمل كل ده ليه؟ امشي اطلع بره يا حسين. نعم اطلع بره؟ هو انت تعرفي تشغلي الشركة دي من غيري؟ ده انا بكسبك ملايين كل شهر. انا من غيري تقعدي في بيتك. ملايين ايه؟ والله لو بتكسبني ملايين والملايين دي مش هتجيلي غير من وش واحد زيك انا مش عايزاها. انت في ايه يا اخي؟ محدش عاجبك؟ سافل وقليل الادب وما تربتش ومستحملاك. ليه كل ده ليه؟ انا مش عايزاك في شركتي. امشي اطلع بره يا حسين. بره بدل ما اندهلك السكيورتي يرميك بره. بره انا خارج من الجنه. بره. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ سوري يا ساره انا اسفه جدا على كل اللي حصل. ولا يهمك انت مالكيش ذنب خالص. ده هو اللي شخص غريب جدا. عموما لو احتاجتي اي حاجه انا موجوده. ميرسي يا ساره. متشكر. اوكي عن اذنك. ميرسي. تكرش لي عروسه. الاكل هنا في حيط على فكره. المطعم ده غالي جدا والله. انا مش عايزه اكل. على فكره تقدر تتكلم عن نفسك شويه بدل الاكل. والله العظيم انا كنت عامل كده دلوقتي. انا كنت لسه هتكلم يعني. ماما زبعه يعني. طب ابلع بالاول وبعدين كمل كلامك. انا هعمل كده. ماشي. الفيلا؟ فيلا؟ محدش طلب فيلا هنا. هو بيسالك عايز تاني؟ والله طب ما ممكن ابن عمتي. صب يا باشا. تسلم يا عمو. انا بقول حاجة بقى يعني. هاني انت خريج ايه؟ انا اصلا يعني خريج الحياة نفسية متربي في قفة وراضع من قدرة فول يعني. وقلة الادب والجلابية دي تلاقيهم مش هيطلع رواد. مش فاهمة حاجة من كلامك. بص انا اصلا خريج تجارة وبقى الحاج يعني نزلني في الشغل من زمان. اتمرمطت بقى وشفت شقة ودماغي اتكسرت في الرصيف. المهم بقى انت بقى خريجة ايه؟ انا خريجة AUC. كده امال الحاج قال لي انت خريجة جامعة امريكية. ما الجامعة الامريكية هي نفسها AUC. اول مرة اعرفها والله. تخيل. ماشي بقى. هاني عايز اسألك سؤال. انت شايف ان احنا الاتنين ننفع نكون لبعض؟ طبعا. ازاي؟ بصي انا هاني وانت هبه. احنا اتنين حرف واحد. حرف الهاء. توافق طبعا. عمو وانا فيلا. كله كله هاكل. والله الاكل هنا جامد جدا. اوكي Thank you.
يا أخي حلو قوي إن الواحد يرجع بعد يوم طويل من الشغل ياخد شاور يترمي على سريره يسمع مزيكا ينام وقت ما هو عايز. حاسة إن حياتي رجعت من تاني. تنامي دلوقتي لسه بدري. اللي بدري أنام أنا حرة. عارف أنا قررت أصحى بكرة بدري وهنزل أروح الجيم. أيوة كده. بقول لك إيه؟ طب ما أنا ممكن أجي معاك الصبح بدري بعد ما أوصل الوالد من المدرسة. ممكن. ما تتأخرش ها؟ تصبحي على خير. وأنت من خير. يا اشرف. اهلا يا حسين. ازيك انت عامل ايه؟ الحمد لله تمام. بقول لك ايه؟ في مكان عندكم في الشركه؟ اصل انا سبت. ازاي بس يا ابني؟ ده انت طالب علي صاحب الشركه، اروح اقول له الراجل اللي ضربك عايز يشتغل. مش المهم انه بيستفيد مني؟ ايه الوساخه دي؟ انا مش عارف الناس بتخلط الامور ببعضها ليه؟ اقفل اقفل يا اشرف اقفل. ايه يا احمد ازيك؟ ازيك يا حسين؟ تمام الحمد لله. عامل ايه؟ بقول لك ايه؟ انا سبت الشركه عندي، ينفع اجي عندكم؟ ما عنديش مكان يا معلم للاسف. انت عارف بقى بهير بيشتغل كويس ومش مقصر الا بقى لو انت عايز تشتغل تحت ايده. انت مجنون يا احمد؟ ايه اقفل يا احمد اقفل يا احمد اقفل. يا جورج ازيك يا سحس؟ تمام الحمد لله. بقول لك ايه؟ انا سبت الوكاله عندنا، ينفع اجي اشتغل عندكم؟ ما ينفعش تسيب يا معلم، كل السوق عارف بلاويك ومشاكلك، ما حدش هيشغلك يا حسين. على فكره انا حسين احمد يا جورج. والله العظيم كلهم عارفين انك جامد بس بتاع مشاكل، هيجيبوا وجع الدماغ لنفسهم ليه؟ ايه اللي ليه؟ عشان انا عملت اقوى ثلاث حملات في مصر، عشان انا اللي بخلق موت الافيهات. في ايه يا جورج؟ ولو في غيرك عيال كتير صغيره لسه طالعين وبياخدوا اقل منك وما بيعملوش مشاكل. حسين كمل عندك وما تسيبش حد، السوق وحش. اسمع مني دلوقتي، كل واحد عارف نمرته، وزي ما فهمتكم قبل كده كل نمره لها عمل على المدفع. اول ما تسمع النداء طقم مدفعي كل واحد يقول. بقول لك ما تقومي تروحي لاصحابك. لا انا مش عايزه، بعدين هم مشغولين كلهم. طب الشغل كان ايه النهارده اخباره؟ عادي يا ماما عادي. يا حبيبتي انا عايزاكي تسافري يومين تغيري جو. يا ريتك كنت كملتي الاجازه وكنت سافرت انا وانتي وبابا. انا كان عندي مؤتمر في الشغل، في سفر كده كام يوم بس انا اعتذرت. ليه يا حبيبتي؟ كنت سافرتي غيرتي جو. ينفع تكلميهم تقولي لهم ان انتي هتروحي؟ طب المؤتمر ده امتى؟ بكره. انا هقوم احضر لك الشنطه. ماما بجد انا مش عايزه مش عايزه. يا حبيبتي ليه؟ روحي غيري جو كده وشوفي ناس جديده، اخرجي من اللي انت فيه. انا هقوم احضر لك الشنطه. اهلا بيكم، وحشتوني. ازيكم؟ هات يا ابني الشنطة. شكرا. اتفضل معليك. شنطة حمزة ده اسم برنامجنا الجديد. يا ترى شنطة حمزة فيها ايه؟ فيها قضايا، فيها ملفات، فيها بلاوي سودا، وفيها حاجات كويسة. شنطة حمزة النهاردة فيها سي دي مكتوب عليه انجي. ولكن بما ان بقى عندنا اعلانات قابلكم بعد الفاصل. بالتوفيق يا انجي، ربنا معاك.
يلا يا جماعه حد ياخد الاستاذه انجي يدخلها اربع دقايق وهنكون على الهواء. مش هكدب عليكي، انا اول ما شفته قلت ازاي انتوا مستحملينه ده. ده مش بس قليل الذوق في كلامه مع الناس، كمان عنيف معاهم جدا. انا متاكده انه هيكلمك او هيكلمني لانه محتاج الفلوس اللي بياخدها من عندنا. اشك، ولو ان بيني وبينك مش بعيد، هو اصلا شخص مختل. هنستنى ونشوف. بالظبط. طيب خلاص يبقى هنتكلم تاني. باي. في شنطة حمزة سيدي قصته هتحكوا لنا صاحبته. والحقيقة أنا اتشرفت بمعرفتها لأني من فترة كنت عايز أتعرف عليها وأسمع أفكارها. إنجي السيد الصحفية المميزة في مجلة الرجل، صاحبة المقالات اللي أنا شخصيا اتكلمت عنها في البرنامج. إزيك يا إنجي؟ إزيك يا أستاذ حمزة. حمزة بس، شيل الألقاب. أوكي حمزة. طيب السي دي ده فيه إيه؟ السي دي ده في طليق مصورني وانا معاه في اوضه النوم واحنا لسه متجوزين. مين جوزك؟ قصدي اللي كان جوزك. رجل اعمال مرتضى مراد. هو رفع النهارده السي دي على اليوتيوب. هو نزله بعد ما عملت تحقيق صحفي عن رجال الاعمال الفاسدين. هو تخيل ان انا كنت بتكلم عنه. بنت الكلب. مع ان انا ما كنتش كاتبه اسمك. لحظه بس. ممكن تدخلوا تقولوا لي كم واحد شاف الفيديو لغايه دلوقتي على اليوتيوب؟ انت كنت اتكلمت عنه؟ ايوه، لانه فاسد. هو قابلني بعد نزول المجله بكام يوم وهددني بالسي دي، وقال لي ان هو لو ما نزلتش تحقيق صحفي عن اهم انجازاته ونجاحاته هيرفع السي دي على اليوتيوب. وفعلا عمل كده. الشنطة اللي عند حضرتك فيها عقد الجواز وقسمة الطلاق، وطبعا التاريخ موجود على الفيديو. ما شالوش طبعا لان هو ما تخيلش ان هو يهددني بالسي دي ده بعد سنتين من الجواز. كويس قوي. طب انجي معلش، ممكن اعرف انت ليه قررت تيجي وتحكي لي رغم اني عارفه ان ده ممكن يضرك ويشهر بيكي خصوصا مع اصحاب النفوس المريضه؟ ديك انت قلت اهو، عشان اصحاب النفوس المريضه. أنا جاية النهاردة بقى عشان دول. هو كده كده كان هيرفع السي دي على اليوتيوب، وهو عارفني إن أنا قوية وعمري ما كنت ضعيفة. على فكرة عايزة أقول لك حاجة، أنت ما كنتش هتعرف إن أنا اللي موجودة في السي دي لأن هو طامس الوش منه. أنا جاية بقى النهاردة أقول إن أنا اللي موجودة في السي دي وإن اللي معايا هو مرتضى مراد. جوزك؟ لا، طليق. بس عايزة كل واحد يراعي ضميره وهو بيتفرج على الفيديو ده. أولا أنا ما كنتش أعرف إن أنا بتصور. ثانيا ده كان جوزي. ثالثا أي حد بيشوف الفيديو ده يعتبر إن أنا أخته، أمه، مراته، أي حاجة. إنجي الناس كده كده هتتفرج على الفيديو. لأن مفيش ضمير، في هوس جنسي. تلاقي نسبة الدقون عالي قوي والمحاجبات قد كده والوساخة أكتر منهم. الراجل من دول يتوضى وينزل يصلي الجمعة، ده لأنه حريص إنه يصلي الجمعة فقط. بس مفيش مانع إنه بعد ما يصلي الجمعة حرما جمعا. شفت مين اتطلقت؟ مين اتجوزت؟ مين ما بتخلفش؟ حاجة بقت هباب. للأسف إحنا بقينا شعب بيكيفنا النميمة، كيفنا أكتر الشتيمة والدخول في حياة الناس الشخصية، وده طبعاً مع الجهل الشديد الثقافي والديني يخلينا مجتمع غايز في الوساخة والنفاق. إيه اللي يخليك تتفرج على واحدة متجوزة ونايمة مع جوزها؟ طيب اللي يخليك عايز تكمل فرجة برضو؟ مش هسامح أي حد يتفرج على الفيديو ده، وبقول لكل واحد هيتفرج على الفيديو ده لو أنا مش محترمة قدامك فأنا محترمة قدام نفسي. وعندي مبدأ، ربنا أكيد عالم بنيتي. ونعم بالله.
انجي انا عايز اقول لك انهم بلغوني دلوقتي ان الفيديو من اول الحلقه لغايه وقتنا هذا اتشاف مليون مره. بس الخبر كويس اني كلمت قبل الحلقه كام واحد كده من العيال اللي تحس انهم بهايم، بس هم عيال عبقره. دلوقتي بلغوني ان الفيديو اتشال حالا. انجي، في يوم المنتج الفني بتاع المحطه هنا طلع عليا اشاعه ان انا على علاقه مع البروديوسر بتاعت البرنامج ده. عارفه انجي، البرنامج اللي فات نجح، ولان البنت دي شاطره واحسن منه هو عامل كده. الناس هنا كان نفسها تصدق علينا اي حاجه وحشه. للاسف الاشاعه انتشرت، بس انا عملت زيك كده، ما سكتش، وقفت وقلت كل اللي انا عايزه. البنت دي قد بنتي، عيب قوي طلع عليا اشعه قذره كده. وبعدين مين دي؟ ما لقيتوش غير دي، يعني حاجه زباله قوي. يا ابن الذين يا واطي، ماشي يا حمزه، مش مستوى. انا بهزر طبعا. انت عايزه تقولي حاجه تانية؟ أنا من برنامجك هنا بقدم بلاغ للنائب العام إن مرتضى مراد حاول يهتك عرضي بشهر بسمعتي. ودي جناية. السيد النائب العام. هذه جناية. أوكي، أنا كلمت والدة أدهى، نتقابل بكرة الصبح الساعة 12 الظهر. الصبح 12 الظهر، والله العظيم ضايع مختل. انا عايز اقول لك يا انجي ان دموعك دي دموع قوه مش دموع ضعف. انا عاده بسلم على كل الناس، بس انا النهارده بسلم على المحترمين والمحترمين فقط. واي واحد وسخ سواء راجل او ست بقول لهم اتقوا الله، بقول للمحترمين فقط. أشوفكم الحلقة الجاية، تصبحوا على خير. مبروك يا أستاذ، ألف مبروك. هايل يا ريس. مبروك. عجبتك؟ أوي، أنا زبالة أوي كده يا ابن اللذينة. صدقيني يا حبيبتي انا حاولت كتير ما لقيتش الطف من كده. لا مبروك، عامل شغل هايل، مبروك. انا صدقت من الصوت على فكره. ايه ده؟ ايه الزريبه اللي انت عايش فيها دي؟ وبعدين انا مش فاهمه، هو مش كان في ما بيننا ميعاد؟ ميعاد ايه؟ ما ينفعش تشرب حشيش واحنا بنشتغل على فكره. شغل ايه ده؟ شغل ايه؟ ايوه اللي احنا بنعمله ده اسمه شغل، انا مش جاي اهزر. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ انت اتجننت؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ مش في ناس قاعده؟ اعمل ايه؟ مش فاهم. تخش الحمام. مش عايز اعمل حمام، اخش الحمام ليه؟ ومحدش علمك كده خالص؟ على فكره الاجانب بيعملوا كده عادي، انتوا بس اللي متخلفين وجهله ومش فاهمين حاجه. ايه مش حاجة طبيعية؟ أولاً الأجانب ما بيعملوش كده، الصينيين هم اللي بيعملوا كده، وأنت مش صيني. مش عارفك، شفتي بقى إنك غبية؟ أي اتنين متجوزين على فكرة بيعملوا كده قدام بعض عادي. يا ربي. لا 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 لا، ده كتير. على فكرة وشك نحس، عمرها ما جلد. إيه القرف ده؟ أنا مش مراتك، وبعدين أنا قلت ما ينفعش تشرب حشيش وإحنا بنشتغل، ما ينفعش، ده ما ينفعش. أنت مجنونة ولا إيه؟ انا ما فيهاش حد يتكلم معايا كده اصلا. بقولك ايه، انا غلطانه اصلا ان انا رضيت ان انا اشتغل مع واحد مش بس مريض كمان مش متربي. عن اذنك يلا 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 يا متربيه، يلا غرف ده، يلا. ايه ده؟ نطت علينا. بقولك ايه انجي، هم عملوا لهم محضر ضبط واحضار،
وكيل النيابه قال لي ان هو هيقبض عليه النهارده. بصي انت طول عمرك كده، في الاول يبان افكارك مستحيله بس كل مره بتطلعي صح. دي شهاده اعتز بيها يا استاذ سيف جدا بصراحه. لا والله يا انجي انت ست جدع بجد. طبعا بس ما تنكريش كمان ان حسام راجل جدع قوي. انا بصراحه شكرته على عمله امبارح. شوف على فكره انا سامعه نام وهاجي اضربه. لا ولا اي حاجه خالص. طب عايزين نشتغل بقى. طبعا يلا بينا. طيب طالما هتشتغلوا انا هزق بقى. طب هتروح فين؟ هروح اشتغل انا كمان، بعد كده هقابل محسن بعد شويه. مش عارفه ليه قلقانه منك. لا والله ما تقلقيش، دي مقابله بريئه جدا بجد. يلا شوفي. طب هستناك. اكيد. باي باي. وصلت. ايه المواعيد دي؟ انت فين؟ لسه نايمه؟ لا لا لا، جايه على طول. مال صوتك؟ مفيش، اول مره اصحى رايقه. كتير عليا؟ طب ما تتاخريش يا ست رايقه. مش هتاخر معي. يا ابني انت بتدوس كده ليه؟ يمكن يردوا كده يا استاذ. وانت لما تدوس كده هيرد؟ ما تزهقنيش يا زين. اهو تليفون برن اهو. طب يلا رد. الو الو. قفلت ليه؟ واحده ست ردت عليا. يا دل يا ابني احنا عاملين جريمه؟ ما يمكن ام ولا اخت ولا اي حد. ايوه بس فتحي ما عندوش اخوات. ما يمكن اي حد يا ابني. صباح الخير. ايه مالكوا فيها؟ فتحي التليفون مقفول من الصبح، وفي القناه بيقولوا انه مش جاي عنده ظرف. هات هات التليفون انا هطلب. هات يا اخي. خلي بالك لو الست دي ردت عليك اقفل. ليه يعني؟ مش ممكن تكون مامته؟ وبعدين انتوا هتقلقوني ليه يا جماعه؟ دوس كويس يا استاذ على الصغير. الو؟ صباح الخير يا هانم. فتحي موجود؟ معقوله؟ لا الف سلامه يا فندم. انا حمزه البسيوني. اهلا بيكي. طيب تسمحي لي اجي ازوره؟ طيب ممكن اخد العنوان؟ لا انا مفيش تعب ولا حاجه. فين؟ في الزمالك. الزمالك. طيب متشكر جدا. خلاص تحياتي. الست دي مش امه، ده كمين. ليه يعني يا زين؟ فتحي اصلا من شبرا. ممكن تخرس خالص؟ تعبان جدا وحرارته عاليه. انا لازم اشوفه، هروح له وانا